مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد السياسي قبل 20 عاما من القدس دوت كوم. في كل حلقة نطالع أبرز ما كتبته صحيفة القدس خلال هذا الأسبوع لكن قبل 20 عام. وفي هذه الحلقة رابين يقول إسرائيل وافقت فعلا على مبدأ الانسحاب من الجولان، إسرائيل لن تتراجع عن موقفها بشأن المعابر. جو إيجابي يسود اليوم الثاني من محادثات طابة رغم استمرار الخلاف بشأن معابر الحدود، شهيدان في رام الله والخليل وإصابة 3 أطفال وجندي في القطاع. ونطالع أيضا ضمانات أمريكية بانسحاب إسرائيل من الجولان. رابين: لم أقل يوما أن الجولان جزء من إسرائيل ولم أتعهد بجعلها كذلك. عمرو موسى متفائل بفرص التوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي. وفي المشهد السياسي قبل 20 عام عرفات وبيرس يبحثان في أوسلو نقاط الخلاف حول ترتيبات تطبيق إعلان المبادئ. أمريكا وجهت الدعوات لاستئناف المفاوضات الثنائية في واشنطن بعد غد. وفاة باسل الأسد النجل الأكبر للرئيس السوري في حادث سير. وختاما عرفات وبيرس يتحدثان عن إحراز بعض التقدم في محادثاتهما بأوسلو ويتفقان على الاجتماع مجددا في سويسرا. وحمى شراء الأسلحة تجتاح غزة. ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد السياسي قبل 20 عاما قدمناها لكم من القدس دوت كوم. هذه تحياتي بصير شتية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل.